بونجور، اليوم معي دكتور بشير. هيز اور اورثودونتس سبيشالست بالكلينيك عجال، وعندي كثير اسئله له. رح بلش اليوم باول سؤال، واعرف باي سن الاطفال لازم يبلشوا بالاورثودونتستري بالبريسز. تمام. هلا هو متعرف عليه علميا عمر 7 سنوات هو اول عمر نحن لازم نعمل فيه زياره. ليش عمر 7 سنين؟ لانه بهالعمر نتبلش الاسنان الداميه تبلش بزوغ. قدران اخصائي تقويم الاسنان يعرف انه هل الاسنان رح تكمل بزوغها بشكل طبيعي او لا. نحن فينا نشوف اذا نحن عندنا مشاكل بالفكين، ونحن بهمنا الفك اكيد بالنسبه للاسنان. سو 7 سنين ممكن تركب بريسز اذا في مشاكل؟ لا ما حنركب، نحن بدنا نشخص الكيس. نحن احيانا بيكون عندنا مشكله، احيانا بعض الاطفال في عندهم عادات سيئه نحن فينا نكشفها. ممكن اطفال بعمر 7 سنين يكون عندهم وقت يسكروا تمهم عندهم كروس بايت او عندهم معكوسه، هذا الشيء اذا استمر بيعمل لنا خلل بالفك بانحراف الفكين، فنحن بنشخص المشكله. عندنا مشكله بنحلها، ما عندنا بنرجع بنشوفه بعدين. اوكي، سو اذا انت شفت ولد عمره 7 سنين وكان عنده الكروس بايت، انا ما بعرف شو هي، بس المهم انت الطبيب، هيدي شيء يعني انت بتعرف فيه اكثر اكيد. شو ممكن تعمل انت عمره 7 سنين؟ تمام، بهذا العمر اذا ولنفرض مريض عنده كروس بايت، يعني الفك العلوي متضيق. اذا الفك العلوي متضيق نحن بنعمل جهاز بسيط نحن بنسميه اكسباندر او موسعه. الطفل بيحطه لمده 6 شهور ببلش يوسع الفك. كونه عمر صغير كثير التوسيع سهل وبسيط، بنصلح المشكله فقط ب6 شهور. واو، يعني هذا الجهاز هو مش تقويم، بس مثل التقويم. تمام، لانه نحن عم نتداخل على الفكين، مشان هيك هو اسمه اخصائي تقويم اسنان وفكين. انا بيهمني الفك، الجو، العظام، وقت الولد عم يكبر وشو عم يتغير. انا بيهمني انه وقت يكبر يكبر بالطريق الصح. اوكي، سو على عمر 7 سنين ممكن انه حضرتك بتقيم السنين تبع الطفل، لكن ممكن اذا بين ال7 سنين وال10 سنين ممكن يرجعوا يختلفوا السنين، صح؟ اكيد طبعا. فانت شو بتحمس انه الام تاخذ ابنها كل سنه عند طبيب التقويم حتى تشوف شو مرحله الاسنان؟ هي الفكره، نحن زياره عم تكون وقائيه استكشافيه، اذا في مشكله بنحلها، ما في مشكله بكون اهل مرتاحين والطفل مرتاح. اوكي، هلا انت حكيتنا عن هيدي التقويم عشان الكروس بايت. أوكي. اذا الطفل على عمر تنفترض 7 سنين كان عنده فراغ كثير كبير بين السنين، مثل ابني بيلي. أوكي. عنده فراغ كان كثير كبير بين السنين، ممكن انك تركب له بريسز على عمر كثير صغير؟ هلا اول شيء نحن بدنا نشوف هن 7 سنين بيكون لسه الاسنان دائما ما بزغيت، نحن بنستنى الاسنان الدائمه لحتى تبزغ. احيانا الفراغ اللي بين الاسنان مع بزوغ الانياب يعني بعمر 10 سنين ببلش يسكر لحاله. احيانا هذا الفراغ اذا استمر لا نحن فينا نتداخل، بس مو بعمر 7. العمر تدخل بعمر صغير هو تدخل على الفكين بس مو على الاسنان. اوكي، والتقويم باي عمر؟ اصغر عمر ممكن نعمل تقويم؟ ممكن نحن نعمل ب9 سنين 10 سنين، احيانا نحن بنعمل تقويم فقط على 4 اسنان لانه اذا كان في فراغات كبيره بنسكرها مشان نعطي مساحه كافيه لباقي الاسنان حتى تبزغ. يعني كل حاله مختلفه عن الثانيه. يعني انا قد ايه بقعد معك بعدني بحس حالي النولج تبعي كثير ضعيف لما يجي اي سؤال عن التقويم، يعني يمكن مثلا سؤال عن تجميل الاسنان عندي فكره اكثر عن اللثه، لكن عن التقويم بالذات بحسه يعني انك عم تحكيني شيء نازل من الفضاء. انا عم حاول كثير منيح، هيدا على فكره يعني هذا الانترفيو حتى تسهل علي وعلى اي ام ثانيه وجهه نظرك وفكرتك انه الولد على 7 سنين بتقيم اسنانه، اذا عنده كروس بايت بتتجلس بتتظبط، والتقويم بيصير على بين ال9 سنين وال10 سنين. هذا الشيء، هذه معلومه انا جديده علي. يعني هلا ممكن تكوني حضرتك ام موجوده بالبيت عندك اطفال، ممكن تشوفي علامات على وش اطفالك. يعني احيانا بيكون عنده تلاقي الطفل عنده تراجع كبير بالفك السفلي، احيانا عنده بروز او بالعكس بالفك السفلي، كل هي علامات انت بتستدعيك اني تاخذي طفلك عن اخصائي تقويم ليكشف عليه. سؤال هذا ما كنت براسي بس هلا طلع معي، انه اذا كان الطفل ما بيلفظ الاحرف صح ممكن يكون في شيء مشكله بالسنان؟ كثير سؤال مهم كثير، لانه في بعض الاحرف نحن بنسميها الاحرف الصوتيه، النطقه لازم يكون في وضع صح للاسنان. وجود الاسنان بوضع ما له صحيح تماما، احيانا الفك المتراجع كثير بصير عنده لدغه بحرف السين سببها تراجع الفك السفلي. لا منيح. لا مش الحق، عم بحكي على الاطفال. اكيد بيأثر حتى على نطق الاحرف. اوكي، فيري جود، ثانك يو سو ماتش دكتور بشير. شكرا. شكرا.